في كل مكان مع تحدي وانطلاقة هذه الأشواط بحضراتكم. نسير سويا في أشواط الإنتاج والمنتجين مع أشواط السيارات والأداء المميز لهذه اللجنة الأصايل إلى المقدمة وإلى الصدارة، حيث هذا الشوط الذي يسير وهو سادس أشواطنا الصباحية لنبدأ كذلك انطلاقة وتحدي مع القعدان في هذه المشاركة. انطلاقة من خلال هذه اللحظات إلى المقدمة والصدارة، المركز الأول يتقدم شعار بالدبية ليتصدر مشهد السباق. هنا الليث في المركز الأول، سالم بن محمد بالدبية العفاري إلى ناموس الشوط، بينما يأتي شعار بن حمودة يقدم لنا مطنوخ في هذا اللقاء. أحمد بن علي بن حمودة الظاهري يأتي يحتل هذا المكان ويأتي في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصول من قبل شاهين، مفتاح بن علي النعيمي يتقدم يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصول من الدرع، علي بن سالم بن خنيفر المالكي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس يأتي شعار بن حلوكة هنا في هذه اللحظات مع شاهين أو ياسر بن سالم بن شامس العامري في المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس، المركز السادس هنا شمعدان شملان بن يمعى بن شملان الطنيجي، والمركز السابع برهان راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الثامن، المركز الثامن هنا تدخل من شاهين خالد بن سعيد بن محمد الربيعي في المركز الثامن. تاسع المراكز، هذا هو متباهي أحمد بن سالم بن سيف اليابري. والمركز العاشر ياتي شعار بن فارس هنا، حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي مقدما سناد ليتقدم الى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، بحثا عن الرقم واحد، بحثا عن المركز الأول. وبالدبية لا يزال مع الليث، لا يزال في المركز الأول مع الليث. سالم بن محمد بالدبية العفاري مسيطر منذ بداية الشوط وبداية الانطلاقة. لكن المركز الثاني، شوف التسلل من قبل الدرع، الدرع واصل علي بن سالم بن خريفر المالكي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هذا اللي تدخل شاهين، ياسر بن سالم بن شامس العامري وصل خذ المركز الثالث، بينما مطنوخ في المركز الرابع. أحمد بن علي بن حمودة الظاهري وصل خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس مفتاح بن علي النعيمي واصل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. المركز السادس وصول من قبل شمعدان شملان بن يمعى بن شملان الطنيجي يحتل المركز السادس. بن مانع في المركز السابع، بن فارس في المركز الثامن، بالمركز التاسع وصول كذلك في هذه اللحظة من خلال وجود شايب سعد بن محمد بن شرقي العفاري. ولكن أعود إلى البداية، ما شاء الله، إلى مقدمة الشوط من جديد. الله، شوف 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 الصدارة، ما شاء الله، ثنائية تبدلت من خلال هذه اللحظات. المركز الأول ولا لي غيره، أشوف الصدارة ما شاء الله 1200 والتغيير من شاهين إلى المركز الأول. الله، قادم من السلطنة ياسر بن سالم بن شامس العامري إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى ناموس هذا الشوط في المقدمة. لكن شوف 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 هجمات قوية من هذا الشوط. القعدان، القعدان، أشواط الإنتاج، أشواط الإنتاج والمنتجين يسلم. مفتاح بن علي النعيمي من المركز الثاني. المركز الثالث بن مانع، سالم بن مانع الغويص يقدم رعد يحتل المركز الثالث. بن حمود لا زال مع مطروق في المركز الرابع. من الجانب الآخر يأتي شعار بالشاوي في هذه اللحظات. هذه النتيجة للمراكز الخمسة إلى وايل. يلا حركوا العصي، حركوا حركوا، خلاص اقبلنا على المنصة الرئيسية، ما بقى إلا القليل. الله، الناموس، الزعفران، زعفران هذا الشوط وين يتجه؟ وين المركز الأول؟ مطروق، مطروق، مطروق. أحمد بن علي بن حمودة الظاهري
يوصل الى ناموسي هذا الشوط، لكن شوف الجانب الاخر ما شاء الله اللي يتسلل، اللي يتسلل النعيمي، مفتاح بن علي النعيمي، كذلك القادم من الجانب الاخر حران بن راشد بن سيف بالشاوي الاغفلي، يا سلام تحرك حران، تحرك حران الى ناموسي هذا الشوط، الى ناموسي الشوط ما شاء الله. البدر، البدر طلع البدر في هذا اللقاء، حران بن راشد بشاوي الاغبلي، يا سلام طلع البدر علينا يتقدم الى المركز الاول، المركز الثاني عادوا للعين، مفتاح بن علي النعيمي، الله يا سلام شاهين، البدر البدر البدر، الله سلام للراشدية، سلام حران بن راشد بشاوي الاغبلي على فوز البدر بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين، ياتي مفتاح بن علي النعيمي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصول من الواضح سيب بن مسفر العميمي حل في المركز الثالث، اما المركز الرابع، المركز الرابع هناك رعد سالم بن مانع الغويص السويدي، والمركز الخامس وافي سالم بن سليمان بن حمود الوهيبي. هكذا كانت النتيجة لمجريات وناموسي هذا الشوط في هذا الملتقى وفي هذا اللقاء الخليجي. عودة إلى التوقيت، هنا البدر قدم 5 دقائق 58 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، حران بن راشد بشاوي الغفلي تهانينا على هذا الفوز والناموس بعد أن قدم البدر في هذا الملتقى. المركز الثاني شاهين، مفتاح بن علي النعيمي ب5 دقائق 58 ثانية و8 أجزاء من الثانية، تهانينا كذلك على هذا الفوز والانتصار. بينما في المركز الثالث ياتي ب5 دقائق 59 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لمالك الواضح سيف بن مسفر العميمي من خلال هذا الملتقى وهذا التنافس.